يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد يا رب إن شاء الله يكون يوم سعيد وجميل علينا جميعا بإذن الرحمن، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح بالأهلي إن شاء الله برضو تسعدوا معنا فيها. صباح الفل. صباح الفل يا كريم عليك. صباح الفل على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. واخر الاسبوع بالنسبه لنا، خلاص النهارده اخر حلقه، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. بس خلينا بقى نبدا النهارده ومعانا فقرات مختلفه، لان الفقره الاولى هتكون معانا موهبه، وهي موهبه يعني في الفتره الاخيره كمان اثبتت نفسها على الساحه بشكل كبير جدا وفي مجالات مختلفه. هي منى عدلي القيعي الشاعره الاهلاويه، واللي هتكتشفوه معانا في الفقره دي ان هي بتألف أغاني وبتكتب أغاني وكتاباتها حلوة جدا وسيناريوهات وحاجات كتيرة جدا. وطبعا يعني مش عايز أنا أقعد أحكي عن السي في بتاعها، لكن هي لما تنورنا حضراتكم فعلا هتكتشفوا فعلا موهبة أهلوية عظيمة جدا. خلينا بقى نروح للفقرة الثانية، هيكون معانا كابتن إيهاب المصري طبعا مهاجم منتخب مصر السابق، لأن برضو في كلام كتير في الفترة اللي جاية عايزين نتناقش فيها معاه، وفكرة برضو الخطاب اللي الأهلي أرسله وهذا الملف اللي احنا عايزين نعرف نهاية وإيه. يعني هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس خلينا بقى ننوه بما ان احنا اخر الاسبوع زي ما كنا متعودين مع حضراتكم يبقى في سؤال سوشيال ميديا. السؤال النهارده بيقول: توقعاتك لخط هجوم الاهلي امام وفاق سطيف، توقعاتك امام لخط هجوم الاهلي امام وفاق سطيف. والفكره هنا بقى ان احنا يعني ابعتوا لنا من دلوقتي علشان نلحق نجمع التوقعات. واللي انا عايزه اضيفه بقى ان شاء الله احنا هنحاول برده، ما تاخدوهاش مني وعد يعني، بس هنحاول ان احنا يبقى في كده كل مثلا شهر بعد اربع مرات سوشيال ميديا جايزه، وتبقى جايزه حاجه يعني مش غاليه قوي، بس هيبقى فيه جوائز زي المره اللي فاتت عملناها تقريبا من كام شهر مع حضراتكم، في ناس فعلا فازت وهيبقى راندوم، يعني الاختيار طبعا هيبقى راندوم. حلوه دي، هتبقى لطيفه، لازم تحفيز جدا. التحفيز لطيفه فعلا. تمام، نبتدي بقى مع حضراتكم سلسله اخبارنا. وامبارح كابتن محمود الخطيب اجتمع باللاعبين قبل ما ان يتوجهوا الى الجزائر طبعا عشان يقول لهم كلمتين فيهم الخلاصه وفيهم المفيد قبل ماتش العوده امام وفاق سطيف. مضمون الحديث انه اكد على كل اللعيبه وعلى الجهاز الفني اهميه التركيز في ماتش الوفاق، لانه بالرغم من الفوز الكبير اللي اتحقق هنا في القاهره برباعيه نظيفه، الا انه لسه في ماتش عوده يوم السبت الجاي ان شاء الله، وبالتالي يعني الموضوع لسه ما اتحسمش 100% مساله التاهل للنهائي، عشان نفكر بقى في ملعبه وهيتلعب فين، وان كره القدم لا تعترف الا ببذل الجهد والعطاء حتى اخر ثانيه، وده اللي منتظره منهم وعلى ثقه كبيره جدا ان هم هيكونوا قادرين على تنفيذه. برضو كابتن محمود الخطيب شدد على ان ما حدش يفكر نهائيا ويتحدث كثيرا عن الملعب اللي هتقام عليه مباراة النهائي، وعلى الجميع التركيز فقط في هذه المباراة، ودي طبعا مش حاجة جديدة، دي عادة النادي الأهلي. بس هقول لك على حاجه برضو، خبر مرتبط بالكلام بتاعك ده، لان احنا برضو لو هنتكلم او لسه هنقف شويه عند الملف الخاص بملعب نهائي دوري ابطال يعني افريقيا، النادي الاهلي برضو قرر، خليني اقول لحضراتكم يعني الاحتكام للمحكمه الرياضيه الدوليه طلبا للعداله في ازمه الملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه طبعا لدوري ابطال افريقيا. وده ردا على يعني بصوا احنا دايما رد فعل، ده جه امتى؟ ده جه ردا على رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم اقامه المباراة على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة اللي بتتنافس، وده أعتقد شيء منطقي جدا إن احنا نطالب بيه في دور قبل النهائي للبطولة، فضلا برضو عن أمور أخرى بتخل بالميثاق الأولمبي، لوائح الفيفا، لوائح الاتحاد الإفريقي يعني ذاتها. فهيقوم الأهلي اللي فعلا سبق وطالب زي ما حضراتكم عارفين، وعرضنا الكلام ده على قناة الأهلي، لطالب الكاف بإقامة المباراة في ملعب محايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وهيطلب كمان إجراءات مستعجلة للفصل في موضوع أو الموضوع قبل بقى الموعد المحدد للمباراة، خاصة زي ما بنتكلم إن كاف يعني هو اللي كان ليه قرار واللي صدر عنه هذا القرار، واللي أعتقد كمان دونه على حساباته الرسمية المختلفة على إسناد تنظيم المباراة يعني لملعب بعينه، وفي نهاية القرار برضو ذاته أشار إلى أنه بيدرس حاليا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابا وإيابا. بس هل ده هيحصل؟ لا ولا اه؟ هنعرف الفتره اللي جايه. لكن برضو تعرف النظام القديم كان فيه ذهاب واياب، يعني الفكره هنا برضو بيبقى بيديك اريحيه شويه، والبعض الاخر بيقول لك مش لازم حتى ترجع للنظام القديم، بس انت لازم تختار ملعب محايد يعني، وداز ميك سنس زي ما بيتقال يعني. فهيبان على كل حال الملف ده اعتقد ملف مهم جدا، بس هيبان تفاصيله في الايام اللي جايه. شيء عجيب ان كل شويه يطلع لنا موضوع جديد نقعد نبذل فيه مجهود كستيري، ده العادي بقى، في ان المنطق غايب فيه. يعني فكرة ان المنطق يكون غايب في النوع ده من الامور
لبطولات بالحجم ده، ده في حد ذاته شيء عجيب. على كل الاحوال النادي الاهلي بيامل في يعني حرص الاتحاد الافريقي على عدم تعطيل العداله، وبينتظر قبوله للاجراءات المستعجله وتقديم المستندات ذات الصله للمحكمه الرياضيه الدوليه عشان يتم الفصل في هذا الامر وتتحقق العداله الناجزه. طبعا قرار النادي الاهلي بالتصعيد للمحكمه الرياضيه الدوليه جه بعد ان راى ان اسناد تنظيم المباراه النهائيه لملعب بعينه يعني مش عارفين الحكايه اللي عامل تاني على التوالي دي مش اول مره، قد يترتب عليه منح احد الفرق الافضليه، فكره ان في فريق من الفريقين اللي هيوصلوا للنهائي هيلعب باريحيه في ارضه على ملعبه وسط جماهيره على حساب الفريق المنافس، ففضلا عن مخالفات قانونيه ولائحيه اخرى، الموضوع مش مجرد بس كده، ده في تفاصيل تانيه كتير. على كل الاحوال كمان يعني الكاف اسند أو استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه، ده في حد ذاته أمر غريب. طب هو الموضوع على فكره برضو مش هيقف عند هنا، الاتحاد المصري لكره القدم كمان ارسل خطابا رسميا للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف لتاكيد طلبه بالخطابات العديده المرسله سابقا للاتحاد الافريقي باقامه المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا على ملعب محايد. اهو عمالين نكرر كلامنا اهو، لان اعتقد من حقنا جدا ومن الظلم ان ده ما يتمش. تاني بعد اعلان الكاف اقامتها يوم 30 مايو برضو التوقيتات احنا اتكلمنا فيها امبارح باستاد محمد الخامس بالمغرب، شدد الاتحاد المصري لكره القدم في خطابه على رفضه التام لاقامه المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا للنسخه الحاليه بالمغرب، لا سيما وان هذا القرار بيضر بمبدا تكافؤ الفرص بعدما اقترب فريق الاهلي والوداد المغربي من التاهل للمباراه النهائيه، وهو ما طالب الاتحاد المصري لكره القدم الكاف بضروره الالتزام به في خطابين سابقين قبل كده واحنا عرضناهم مع حضراتكم. أكد الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه الكامل للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في يعني مطلبه زي ما يتقال عنه العادل والمشروع وحقه كمان الأصيل في إقامة المباراة على ملعب محايد احتراما لقواعد اللعب النظيف. هو ده اللي احنا أكدنا عليه في خلال الأسبوع ده كله على قناة الأهلي، ويمكن كمان قنوات أخرى تحدثت عن هذا الموضوع، لأن أنت بتتكلم بشكل فار ما بتساندش نادي بعينه أو يعني فريق بعينه، أنت بتتكلم في مبدأ اللا منطق هو السائد في هذا الموضوع فعلا. على كل حال خلينا ننتظر زي ما احنا قلنا، لان احنا بنتكلم على اتخاذ هنا او في يعني رغبه في اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه والتصعيد كمان، في حين ان احنا ما قدرناش ان احنا نحافظ على حقوقنا، واحنا بنتكلم هنا على حق النادي الاهلي، فبرضه هنرجع نقول تاني الفتره اللي جايه هي اللي هتبين ايه اللي هيحصل. صحيح، وفي نفس السياق برضه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي وشركه الاهلي لكره القدم دعا لاجتماع طارئ يوم الاحد الجاي ان شاء الله لمناقشه موقف الاهلي من قرار الاتحاد الافريقي لكره القدم باقامه المباراه النهائيه لدوري الابطال على ملعب غير محايد. جاء تحديد موعد الاجتماع لحين الانتهاء او انتهاء الفرق الاربعه اللي بتتنافس في اياب الدور قبل النهائي للبطوله، يعني ينتهوا كلهم يعني من كل ماتشاتهم بالكامل وتحديد طرفي المباراه النهائيه بشكل رسمي. كلف الكابتن محمود الخطيب الشؤون القانونيه بالنادي بدراسه الملف بالكامل شاملا لوائح فيفا والاتحاد الافريقي لكره القدم وتقديم تقرير لمجلس الاداره في اجتماعه المشار اليه تمهيدا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنيه وايضا الادبيه. تمام، نروح بقى الملف تاني ولا نفضل في الملف ده؟ والله زي ما انت عايزه، كلها ملفات عجيبه اللي احنا بنعملها. لا نروح بقى الملف تاني ومنطق غايب. بس يعني هنروح لملف تاني، ولكن ما زال يعني ما زال هذا الملف قائم لغايه لما نشوف هيحصل فيه ايه. اكيد خلينا نروح لبعثة الفريق الأول لكرة القدم اللي وصلت امبارح للجزائر على متن طائرة خاصة برئاسة العمري فاروق نائب رئيس النادي. كان في استقبالهم سيادة السفير المصري في الجزائر الدكتور مختار وريدة، واتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن دكتور مختار وهو من الدبلوماسيين اللي حقيقي نشطين جدا واللي بيبقوا دايما حريصين على يعني عارف يا كريم دايما الاهتمام بأي جالية مصرية صحيح. هناك فتاني الخارجية المصرية بتاعتنا فعلا بتأدي دور كبير جدا، وأنا من الناس لما بلاقي حاجة كويسة أنا بحب فعلا أأكد عليها. كان موجود وحرص على استقبال البعثة في مطار الجزائر في وصولها، ووجه طاقم السفارة المرافق ليه بتذليل كل العقبات وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بخروج البعثة، وبيستعد الأهلي زي ما حضراتكم عارفين لمواجهة وفاق سطيف اللي هيكون يوم السبت اللي جاي طبعا في إياب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق طبعا لفريقنا، الأمل عندنا يمكن أو الكفة أعلى بكتير، لكن ما زلنا برضو هنأكد ما فيش مباراة سهلة وما فيش حاجة مضمونة في كرة القدم، ودي يمكن شفناها في المواسم اللي فاتت بشكل كبير، لكن نتمنى التوفيق أكيد للأهلي. تمام.
خلونا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة إن شاء الله خلال الكام يوم الجايين وكمان الأسبوع الجاي. فإحنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك، وليك وحشة كبيرة. الله يخليك أستاذ كريم، صباح الفل على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، ربنا يخليك. طيب احنا قبل ما يعني نتشرف بوجود حضرتك معانا على الهواء، خدنا فكره مبدئيه عن درجات الحراره، لكن الايام اللي جايه ان شاء الله خلال الويك اند والاسبوع الجاي، هل من المتوقع ارتفاع ما في درجات الحراره ولا هتبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ هو بالفعل يعني جمعه وسبت وحد في ارتفاعات في درجات الحراره، ولكنها برضو ارتفاعات طفيفه عن المسجلات خلال هذه الايام. يعني النهارده وبكره بتتراوح فيها درجه الحراره من 30 ل 31 درجه على القاهره. يعني نقول جمعة وسبت وحد ممكن بتتراوح من 32 ل 33 درجة، ارتفاع درجتين ثلاثة يعني. مفيش ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة على شمال البلاد، لكن جنوب الصعيد، شمال الصعيد ما زال طبعا الكتل الهوائية اللي بتأثر عليهم قادمة من مناطق مرتفعة في درجات حرارتها، سواء كان الجزيرة العربية أو الصحراء الغربية، بتتسبب في ارتفاعات درجات حرارة تتجاوز ال 40 درجة وتصل إلى 1. ده هيبقى يوم إيه يا دكتور محمود تحديدا الصعيد؟ لا خلال هذه الايام يعني امبارح كان في ارتفاع في درجه الحراره على جنوب الصعيد وصل الى 42 درجه، مع نهايه الاسبوع تصل الى 43 و44 درجه. طب وفي المنيا، في المنيا 44 حاجات كده برضو؟ المنيا تتراوح فيها درجه الحراره ما بين 39 و41. انت شاري ارض في المنيا ولا ايه؟ لا شكلها كده يا دكتور، شكلها لا رايحه طالما خاصه محافظه يبقى تعرف ان هي رايحه. لا رايحه يوم، ايوه صح، رايحه يوم وراجعه الويك اند ده، فعشان كده. لا لا طبعا الويك اند يا حرام، في يبقى في ويك اند في الصعيد، ربنا يعينهم ويقويهم. بصراحه درجات الحراره فعلا مرتفعه في هذه المناطق، بتصل بالفعل الى 40 درجه مئويه في شمال الصعيد، وده لسه الصيف ما دخلش. ده كده ده كل ده فتح كلام مش اكتر. بالظبط يعني، بس هو الحمد لله ميزه الصعيد دايما ان ما بتكونش فيه نسب رطوبه خالص. بيبقى الجو هناك تحت اشعه الشمس، بس هو التحذير بيكون عدم التعرض لاشعه الشمس او الوقوف تحت اشعه الشمس فتره طويله. انما في الاماكن الظليله مع نشاط رياح الاجواء بتبقى يعني معقوله الحمد لله يعني. جميل. كويس جدا، يعني ويك اند حار لطيف. تمام. بالفعل يعني حار على شمال البلاد وشديد الحراره على الجنوب، وفي فترات الليل يعتبر ما بين لطيف الى معتدل. ده لطيف دي انا اللي اضفتها للطقس. اتكلمتك على بالليل دي بالفعل. اشكرك جدا دكتور محمود، وان شاء الله يعني نشوفك الحد الجاي معانا بقى عشان نطمن على الاسبوع الجديد. شكرا ليك جدا. طيب احنا هنطلع فاصل يا حضرات، على بستفسر من هواد دي رايحه تعمل ايه في المنيا بالظبط، وارد اقول لكم او هنشوف. خلينا نشوف، خلينا نشوف. هنطلع فاصل ونرجع نكمل، اتفضل. مرحبا بكم مره ثانيه، وقبل ما نبدا خليني بس افكر حضراتكم لان لسه الفرصه متاحه. ابعتوا لنا سؤال السوشيال ميديا كان كالاتي: توقعات حضراتكم لخط هجوم الاهلي امامه فاق سطيف. توقعات، وفي ناس انت عارف في ناس دايما بتبعت يعني الاصدقاء البرنامج. في منهم مش فاكره كان اسمه هيثم حاجه، ده دايما كان بيقول لنا توقعات مظبوطه. لو انت فاكر ايام الاستوديو القديم كل مره كنا بنسال سؤال خاص بالتوقعات كان دايما بيقول كان بيطلع صح. اعتقد كان اكتر من حد كمان عندهم الخاصيه دي، انا فاكر كان من التوب فانز فعلا للبرنامج. على كل حال هننتظر يعني اجابات حضراتكم في السوشيال ميديا. الفقره الاخيره خالص اكيد هنقول التوقعات. خلينا دلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، والفرق المختلفه وايه الاخبار من مراسلتنا سالا حامد، هي موجوده في فرع نادي بالجزيره. سالا صباح الخير عليكي، سامعينك اكيد انا وكريم وكل الساده المشاهدين دلوقتي، اتفضلي. صباح الخير يا نهواندو، اكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده زي ما معودينكم من مقر النادي الاهلي بالجزيره هكون معاكم عشان لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. وخليني ابتدي معاكم النهارده نهواندو وكريم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ايبوش، واللي قدر امبارح يعني بعد توجيهاته وتعليماته طوال المباراة وبعد يعني أداء قوي ومتميز من جميع لاعبي النادي الأهلي، قدروا امبارح النادي الأهلي ان هم يحققوا فوز مهم يعني في مباراة أمس
على نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 73-60. ويمكن دي تاني مباراه في سلسله المباريات اللي بتقام بنظام ذا بيست اوف 5 لبطوله دوري السوبر لكره السله رجال. النهارده ان شاء الله يا نهاوندو يا كريم الفريق عنده يعني بدون راحه، عنده تمرين الساعه 8 على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر عشان يستعدوا بشكل قوي يعني خلاص لمباراه بكره، ثالث مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5 وهتقام في تمام الساعه 8:30 مساء على نفس الصاله، صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر. كمان خليني اطمن جميع جماهير النادي الاهلي على يعني ثلاثي النادي الاهلي في الفريق ومن العناصر القويه والمهمه عمرو زهران ومحمد ابو النصر واحمد اسماعيل اللي ان شاء الله يعني هيكونوا متواجدين بنسبه 90% بنسبه كبيره، هيكونوا متواجدين في مباراة غد أمام النادي الاتحاد السكندري. ولكن بالنسبة لعمرو زهران يعني في محاولات كتيرة جدا لتجهيزه من امبارح والنهارده كمان، في محاولات يعني بيجهزوا اللاعب يعني عشان يكون موجود بشكل قوي في المباراة، لأن طبعا يعني زهران كمان امبارح تألق في المباراة وظهر بمظهر كويس طوال المباراة، فبالتأكيد يعني تواجده بكرة هيعمل فرق وهيكون مهم بالنسبة للنادي الأهلي. فإن شاء الله النهارده هيكون في محاولات لتجهيزه لمباراة غد. خليني بقى انتقل واروح لكره اليد للنادي الاهلي. وكره اليد يعني حاليا كلنا عارفين ان لعيبه النادي الاهلي في حاله معنويه عاليه وعندهم يعني ثقه ودوافع كبيره ان هم يفوزوا بجميع المباريات والبطولات الفتره القادمه. يمكن امبارح افتتحوا مشوارهم في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بعد الفوز على نادي كيركوس الاثيوبي بنتيجه 48-19. دي كانت اول مباراه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. النهارده ان شاء الله عندهم تاني مباراه ولكن امام ينهاوند دون باسكو الافواري، ودي هتقام في تمام الساعه 3 عصرا في النايجر بتوقيت القاهره. خليني بقى انتقل معاكم من النايجر لتونس واحوال الفريق الاول للكره الطايره رجال تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي في تونس. يمكن امبارح يعني فريق الاول للكره الطايره رجال والجهاز الفني يعني ختموا استعداداتهم والتدريبات في تونس يعني عشان يستعدوا بشكل قوي لمواجهه فاب الكاميروني النهارده. ويمكن كمان بعد التدريب كان في محاضره فنيه ما بين كابتن ميدو مسلحي واللاعبين في الفندق، كان بيتكلم معاهم عن بعض الامور تعليمات يعني ونقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي فاب الكاميروني. يمكن النهارده ان شاء الله يعني المباراه دي هتقام في تمام الساعه 4 عصرا في تونس، ودي هتكون كمان بتوقيت القاهره. كمان خليني يعني اكمل معاكم اخبارنا النهارده وفريق كره اليد سيدات. النهارده ان شاء الله هينقلوا تدريباتهم من صاله الامير عبد الله الفيصل لصاله سيتي كلوب في السلام الساعه 6 التمرين عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد ان شاء الله نهائي منطقه القاهره امام نادي الشمس اللي هتقام ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء على صاله سيتي كلوب في السلام. يمكن قرر كابتن يحيى يوسف المدير الفني انه ينقل التدريب لصاله سيتي كلوب عشان اللاعبات يعني يتعودوا على احوال المباراه والاجواء قبل المباراه بيوم، وبعد كده يدخلوا في معسكر مغلق عشان يكونوا في حاله تركيز قبل المباراه، لان طبعا نظرا لاهميه المباراه لان هي نهائي منطقه القاهره. يمكن دي انا هوندو كريم كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه لجميع اخبار الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي سواء كره اليد السله او كمان يعني كرة الطايرة في تونس. أكيد أنا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. الكلمة ليك يا نهاوند، أكيد تفضلي. لا أنا بشكرك جدا يا سالة على هذه التغطية، بس واضح إن الجو حلو. يعني ووراها الباك جراوند برضو كتير في توافد من الأعضاء، دي حاجة حلوة. لا بشكرك جدا يا سالة، شكرا ليك. نروح بقى للصحافة الرياضية ومقر جريدة اليوم السابع اللي متواجدة في زميلتنا العزيزة روزان نصر عشان تطلعنا على آخر الأخبار وأهم المانشيتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة، واللي منهم خبر يعني قد يثير قلق الكثير مننا. يعني الحقيقة يعني تقارير بتقول إن ليفربول لن يتمكن من تجديد عقد محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو. احنا طبعا أكيد يهمنا نعرف التفاصيل حول هذا الأمر. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة اليوم السابع، هنبدأ فيها بخبر من يعني جريدة الشروق بمبدأ المعاملة بالمثل، جماهير الأهلي تحضر مباراة وفاق سطيف بدون تذاكر. أكدت تصريحات تلفزيونية أن بعثة الأهلي وجدت استقبال رائع من مندوبي وفاق سطيف الجزائري، وأكدوا على أن الأجواء في الجزائر إيجابية جدا ومشجعة، موضحين كمان أن بعثة النادي الأهلي في حالة تركيز
تركيز شديد على المباراة وغير معتمدين على نتيجة مباراة الذهاب، والأمن قرر دخول الجماهير المصرية للمباراة بدون تذاكر قياسا طبعا على مبدأ المعاملة بالمثل الذي لاقته الجماهير الجزائرية في مباراة القاهرة. من موقع اليوم السابع، يوفنتوس يسعى للثأر من الإنتر في قمة نارية بنهائي كأس إيطاليا. يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على الإنتر من أجل الخروج بلقب من الموسم الحالي وتعويض طبعا خسارة كأس السوبر في يناير الماضي، وضمن فريق يوفنتوس مقعده في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الحالي برصيد 69 نقطة. وفي المقابل أكيد سيقاتل إنتر ميلان إلى تكرار فوزه على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا وحصد اللقب. من الشرق الأوسط، سيتي لتأمين الصدارة على حساب ولفرهامبتون، وليدز وإيفرتون للابتعاد عن الخطر. تقام اليوم طبعا أربع مباريات مصيرية في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون أو تفادي الهبوط للدرجة الثانية، كما إيفرتون عندما يحل ضيفا على واتفورد، وليدز يونايتد مع تشيلسي، بينما ستكون مباراة ليستر سيتي مع نورويتش هامشية لضمان المركز الأول المكان الأول بوسط الجدول وتأكد هبوط الثاني. خبر مهم جدا الحقيقه كريم. واخيرا من بوابه اخبار اليوم، ليفربول لن يتمكن من تجديد عقود الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو. اوضحت تقارير صحفيه ان ليفربول لن يكون قادرا على الاحتفاظ بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو سويا. واضافت التقارير ان ليفربول مطالب بتعديل الاجور للحفاظ على النجم طبعا محمد صلاح، والذي يطالب حاليا بمبلغ كبير جدا. وبالتاكيد لن تكون مطالب طبعا ساديو ماني يعني بعيده عن الأرقام الكبيرة، ولكن تحديد الرواتب يعتمد على نتيجة طبعا المفاوضات مع محمد صلاح، يعني هو الأهم طبعا عندهم. دي كانت كل أخبارنا من جريدة اليوم السابع. بشكركم وعادة وليكم مرة تانية في الاستوديو. نشكرك يا روزان على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة، شكرا جزيلا ليك. طيب ايه الموضوع ده؟ ايه؟ على ابننا صلاح في كعبلات ولا ايه الحكاية؟ لا لا، بس هتعدي هتعدي، ده العادي. مش اول مره برضو نسمع اخبار زي كده. على كل حال، بس قبل ما نكمل اخبارنا مع حضراتكم، خليني بس اتواجه بهذا الخبر، لان كابتن محمود الخطيب وساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي يعني المختلفه بينعون بالتاكيد ببالغ الحزن سياده العميد محمد ابو السعود رئيس الاسماعيلي الاسبق، نادي الاسماعيلي الاسبق. طبعا توفي النهارده يعني من ساعات او دقائق قليله. البقاء لله طبعا، يعني ربنا يصبر اهله. خلينا بقى عزيزي طبعا لاسرته ولكل يعني عائلته وافراد اسرته. طيب الفقره الاولى المره دي خلصت بجد، مش تهيؤات زي الفل. هنروح فاصل، هنرجع زي ما كنا بننوه انا وكريم. الفقره الاولى معانا موهبه، مش بس موهبه اهلاويه، موهبه مصريه بصراحه جميله، يعني منى عدلي القيعي. وحد موهوب لما تقابل حد موهوب بتبقى مبسوط ان انت وانت بتسمعه وبتحكي. يعني خليني اديكم مثال صغير جدا على الحاجات اللي هي كانت كتبتها. هي عملت اعلان، مش مهم اعلان ايه، بس بتاع ياسمين عبد العزيز وكريم عبد العزيز الاخير اللي كان في رمضان، المفروض كسر الدنيا. أغنية الغزالة رايقة اللي أنا بحبها جدا، هي اللي كانت عاملة كلماتها، وكتير وكتير من الأعمال اللي كسرت الدنيا زي ما بتقال بالمصطلح كده. خلينا نفاصل. وافتتاح كمان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة. الحقيقة عملت يعني نجاحات كبيرة في زمن قياسي إلى حد ما، كانت طرف رئيسي في نجاحات مختلفة سواء على صعيد الإعلانات أو الأغاني. عموما هتتعرفوا على كتير من التفاصيل بمجرد العودة من هذا الفاصل، خليكم معانا. اهلا بيكم مره تانية، عوده لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. ومن الجميل جدا ان يكون يعني في بنوته سنها صغير ولكن انجازها كبير، انتاجها كبير، وفي زمن يكاد يكون قياسي تكون طرف رئيسي زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل ما نطلع الفاصل اللي فات، تكون طرف رئيسي في مجموعه كبيره من الاعمال الناجحه على اختلافها، كلمات
اتغنت في اعلانات تجاريه واتغنت في حفلات افتتاح مهرجانات سينمائيه عالميه زي مهرجان القاهره السينمائي الدولي، مهرجان الجونه، افتتاح طريق الكباش. مجرد ان اسمها يكون طرف في حاجات بالكواليتي دي، لا دي حدوته كبيره. احنا النهارده سعداء جدا لاننا منورانا صاحبه الغزاله رايقه وغيرها كتير من الاعمال الناجحه الشاعره منى عدلي القيعي. صباح الفل عليك يا منى، ومبروك النجاحات الحلوه الجميله دي. ميرسي، ربنا يخليك، منورانا. صباح الخير يا منى، وزي ما كريم قال كده بجد اي حد بيكون تالنتد لازم ياخد حقه، وانت من الشباب بجد الفيري تالنتد. مفيش عمل تقريبا فعلا وده بشهاده الجميع عملتيه غير لما نجح لحد دلوقتي، الله اكبر يعني. قبل ما نخش في تفاصيل شغلك، انا خلينا نعرف بروفايل من عدلي القيعي. يعني خلي الناس برضو تعرف انت درستي ايه، انت يعني مش عندك كام سنه، بس الباك جراوند بتاعك ايه. هقول لك، انا درست ماس كوم وسايكولوجي، درست الاثنين، اعلام وعلم نفس في الجامعه الامريكيه. ومن الاول كنت متخيله ان انا هشتغل اكيد في حته الاعلانات بالذات، يعني ده كان تخصصي كمان في حته الاعلام، وغاوياها من زمان. بس برضو العلم النفس كان بيشدني كتيرة قوي. اول ما اتخرجت جربت اشتغل فيه، نزلت تحت التمرين في مستشفى كده وما قدرتش، يعني كنت ابو العزايم ولا ايه، نزلت كنت بروح بقى عايزين نروحها كلنا والله. بس عايزه اقول لك بقى ان انا لقيت ان انا بتعلق نفسيا بالكيسز اللي عندك. يعني مع اني كنت تحت التمرين وما كانش مسموح لنا كمان نقرب قوي، يعني كنا بس كده زي اوبزرفرز بنتعلم وبناخد نوتس بس. يعني كنت بروح دايما متضايقه، واكتشفت ان انا ايموشنال وعاطفيه اكتر بكتير. الدراسه بتاعتها شيقه جدا، لكن جدا على ارض الواقع انت ممكن تقابلي مواقف واشخاص وانماط من الشخصيات والنفوس. يعني ربنا يشفي الجميع. وكنت بتعلق عاطفيا بالكيسز اللي بقابلها، يعني طبعا باخدها معايا البيت. كنت ومع انها يعني بهمها بحزنها بكل يعني كده على طول، واقعد بقى افكر وهيعمل ايه مثلا. يعني انت سبتي الماس كوم او الاعلام ركزتي اكتر؟ لا كنت بشتغل ساعتها، لا كنت ساعتها شغاله في شركه دعايه واعلان اوريدي، بس كان نفسي اكمل في حته علم النفس. يعني كنت شايفه ان انا كنت شاطره فيها. على فكره هم مربوطين شويه ببعض، يعني علم النفس يخليكي في اي شغلانه بيفيد طبعا، بالذات في جزئيه الدعايه والاعلان. انت بتتكلمي ممكن بيفيد طبعا، انت بتشتغلي على سايكولوجي الريسيفرز بتوع المنتج اللي انت بتتكلمي. مش بس الريسيفرز، الكلاينت اللي انت بتتعامل معاه، السليبرتي او الفنان اللي انت بتتعامل معي، يعني في هو نفسك على فكره. صحيح. يعني بيساعدك اكتر حاجه حتى عشان الجزء الابداعي. يعني طبعا ساعدني في استيعاب نفسي انا شخصيا. بس قصدي انه في الاخر حاولت اسلك الطريق ده فشلت، يعني لقيت ان انا يعني لان انا عاطفيه اكتر بكتير من انه يسمح لي ان انا اكون شاطره في المجال ده. وزي بقى كمان الكتابه هي اختارتني، يعني هي يعني كنت تعرفي ان عندك التالنت او الموهبه دي اصلا، لقيتي نفسك فجاه؟ لا لا، انا طول عمري بحب قوي ان انا اكتب، بس حته ان انا اكون شاعره غنائيه لا ما كانتش دي اكتشفتيها بقى؟ ما كانتش في البلان، دي جت صدفه بحته عشان الاعلانات. ايه تفاصيل الصدفه دي بتعرفينا؟ انا كنت شغاله، انا بحكي القصه دي دايما، انا كنت شغاله في شركه الدعايه والاعلان اللي انا كنت فيها، وكان وقتها لسه الموضه بتاعت الاعلانات او الترند بيتحول من ان هي تبقى دراما او سيكونس كوميدي لان هي تبقى اغاني. اوكي. وكان معانا صاحبتي في الشغل اسمها يمنى العسيلي، اخت محمود العسيلي. أوكي. دي كانت شاطره جدا في كتابه الاغاني، فما كانش حد بيجي لي، يعني هو اي اعلان يجي بيخش اليمنى، حتى لو انا عايزه اجرب اكتب بجد انا يعني لسه بفتح الورقه تكون هي خلصت وباعت والله بنسقف. يمنى بقى ايه، اتجوزت وحملت، ده كان حظي بقى. فهي صاحبتي قوي، يعني احنا دايما بنهزر في الموضوع ده، بس هي اتجوزت فكانت في ماتيرنال ليف بقى خلاص، فانا ما قدامهمش غيري، فابتدينا بقى نجرب ونشتغل وكده. وطبعا اول كام مره كان في رفض قاسي يعني في الشغل، ومره منهم كانت السبب ان انا اتعرف على حسن الشافعي. اوكي. كنت رايحه له ساعتها الاستوديو فويس اوفر، ما كنتش رايحه حتى ككاتب. يعني اللي كتبته اترفض، انا كنت رايحه اسجل فويس اوفر. اوكي. واتعرفنا، ومن خلالها بقى ابتديت اقول له انا نفسي اكتب اغنيه شعبي.
قال لي اشمعنى شعبي يعني وكده، بالذات ان انا يعني شكلي وطريقه كلامي وكده فرافيري جدا، فهو كان مش مصدقني. بس انا قلت له انا حاسه انه ممكن يعني عندي حاجه، حاسه ممكن عايزه اجرب. فاداني الفرصه فعلا، وعملنا بقى اول حاجه اللي هي يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا مع شيبه. طبعا كان وشها بقى حلو عليا بصراحه، هي كانت حلوه جدا، حظي كده الحمد لله ربنا وفقنا يعني فيها. و كتابه الاغنيه بتاخد منك قد ايه؟ يعني مثلا خلينا نتكلم عن الاغنيه دي يا دنيا علمينا، قعدتي يعني اولا الفكره جات لك؟ لا انا عايزه افهم السيكونس، يعني جات لك ازاي الفكره؟ بعدين قعدتي قد ايه عشان تكتبيها عشان تخلص؟ هقول لك. بصي هو مفيش تجربه شبه الثانيه لحد النهارده يعني. أوكي. يعني ما اقدرش اقول لك، في ساعات الاقي نفسي سريعه جدا، ممكن بجد في نص ساعه الاقي الدنيا مشيت. يعني الغزاله رايقه بجد، لو اقول لك اتكتبت واتلحنت في ساعه كلها. والله كنت انا قاعده مع ايهاب عبد الواحد الملحن، وكلمه الغزاله رايقه كنا محوشينها قبلها، كنا يعني كانت طلعت من قبلها، واول ما قعدنا نشتغل عليها اللحن جاب الكلام، جاب اللحن يعني كله، فاهمه؟ الله، يعني في حاجات كده فعلا، في حاجات ليها نجاحات مدويه وكواليسها ما تقولش كده خالص، ما تحسبش كده. بس انا دايما كمان بحس ان الاغنيه اللي بتطلع بسلاسه هي اللي بتتحب يعني مفيش قاعده، بس دايما بحس الحاجه، كل معظم الحاجات اللي الحمد لله ربنا وفقني فيها اما افتكر كواليسها ما الاقيهاش كانت معقده. بس انت بتعملي حاجه مش سهله على فكره، الكتابه السلسه البسيطه قوي دي اللي بيتقال عليها السهل الممتنع، ان انت تصيغي كلمات رشيقه لطيفه مقبوله يفهمها كل الناس. يعني الغزاله رايقه دي عايزه اقول لك انا من الناس بحبها جدا على فكره. طب والله العظيم كنت بسمعها وانا جايه في الطريق النهارده، والله العظيم. طب الحمد كنت بسمعها وانا جايه النهارده الصبح يعني، بس ده صدفه مش عشان انت معانا، انا بحبها اصلا. بس هي كلماتها حلوه، يعني جمعت ازاي الطبله دي؟ لا ده قلبي يعني. اقول لكم جبتيها ازاي يعني؟ خيال برضه صحيح. هقول لكم سر على حته الطبله وده قلبي. الإفيه ده كان برضو اوريدي معايا من قبل كده، كنت بكتب على لحن تاني خالص في اغنيه تانيه، وجت في بالي فكره انه الشخص قلبه بيعمل صوت الطبله يعني. أوكي. يعني من التيمة اللي كانت مبعوتة لي وانا بكتب عليها، فيها ايماجينيشن وفاهمه يعني. طبعًا. مش كلمه، مش كلمات، هي ممكن تكون سهله بس النقطه اللي عندك كلماتك مش تافهه، سهله وليها معنى، فاهمه الفرق؟ لا يعني ده نجاح يا منى، والله مش بجامل، والله الحمد لله. يعني بصي انا زي ما بقول لك دايما بحس انه الحاجه اللي ما فيهاش، ما طلعتش بفزلكه كتير. أيوة. وتفكير كتير وكده، هي اللي بتبقى يعني لما مش عارفه اقولها زي، بس لما بتبقى سهله طالعه من ايدك سهله بتدخل الودن سهله بسهوله، بنفس السلاسه اللي طلعت بيها. انا بحس اكيد كده. اكيد برضو من ضمن الاسئله اللي اكيد اتسالت لك كتير، وهي الحقيقه مسؤوليه كبيره جدا، بس واضح ان انت قدها وقدود. فكره ان يكون اسمك بالكامل شامل اسم عادل القيعي، احنا بنتكلم على شخص استثنائي في عالم الرياضه، بنتكلم عن المهندس الاسطوري لصفقات النادي الاهلي، وشخصيه ذات كاريزما شديده الخصوصيه الحقيقه. وبرده على فكره يعني كان سؤالي ليكي ليه علاقه بان هل الاسم ده عطلك ولا بالعكس اداكي دفعه للامام؟ ده الجزء الثاني ليه علاقه بطبيعه كاريزما الباشمهندس عدلي، لان هو بني ادم حتى لو حد ما يعرفوش شخصيا وقعد معاه لمده دقيقه واحده هيحس ناحيته بان ده اب، ده اب ليه، ما بالك بقى وهو والدك فعلا. فعايزين نعرف برده كاب عامل ازاي. بص انا بعتبر نفسي بجد من اكتر الناس اللي محظوظين على الارض بـ 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 بالاسم وبالشخص، يعني سواء ان انا شايله الاسم ده ومش هقعد واقول لك لا انا عملت كل حاجه بنفسي والاسم ما ساعدنيش وكده. الحمد لله طبعا الشغل لما بيطلع كويس في حاجات ما فيهاش وساطه، يعني الشغل لما بيطلع حلو الناس بتسمعه وتحبه. الاسم هنا دي الحته اللي الاسم فيها مش هيعمل حاجه، لكن هل انا سلت عليا الضوء عشان انا شايله اسم كبير قوي؟ اكيد. مش هقول لك انه لا هو عشان شغلي بس، لا طبعا اكيد ان انا اسمي منى عدلي القيعي، الاسم ده لوحده هيخلي الناس عايزه تشوف مين ده. مش كل الناس اللي بتكتب بتاخد نفس الفرصه الاكسبوجر اللي انا خدتها من اول يوم، فده بسبب ان انا شايله تاريخ، يعني ماشيه شايله تاريخ معايا كده، بمجرد انه الاسم حاجه لطيفه بس تخوف طبعا. يعني هي حاجه هي مسؤوليه بقى، مسؤوليه لانه كمان
في حد عمره في حياته ما خذلك يوم الاسم ده، يعني عمره ما كل مرة بيتقال وانت فخور ورفع راسك جدا، كل مرة بيذكر الاسم ده بيذكر في إطار إيجابي جدا وفي إطار يدعو للفخر وإطار يعني يضيف لك ويشرفك. استثنائية، انت شايلة اسم شخصية استثنائي فعلا صحيح. بجد وهو بيعمل مسؤولية من ان انت عايزة تفضلي محافظة على اللي باباكي عمله في طبعًا. تاريخه، ان انت كمان تبقي محافظة على ده بشغلك. نفسي يعني مش هقولك بقى ان انا اخد الاسم وعلي لانه مهما عملت انا هعمل بس ايه، بس تحافظي طبعا لازم، بس اني احافظ واني يعني اكون يوم من الايام واحد من عشرة ان هو يفرح باسمي زي انا متاكده ان هو فرحان بيكي. لا دي اكيد يعني يا رب. لا اكيد. خليني بقى اروح معاكي لعادل امام، كان ليه مكالمه معاكي، احكي لنا التفاصيل برضو. دي برضو من اهم الحاجات اللي حصلت لي في حياتي، والقصه دي انا بحكيها كل مره يا رب الناس ما تزهقش مني ومن القصه، بس انا اول مره هسمعها. بس عايزه اقول لك لا، هي اصل هي من اهم المحطات اللي في حياتي. ليه؟ لان انا كنت لسه عامله الاغنيه اللي هي يا دنيا علمينا، فمحدش يعني مش هقولك محدش يعرفني، انا نفسي معرفش اني اصلا شاعره غنائيه، يعني انا مش عارفه انا ايه، انا هي اغنيه كده وطلعت وخلاص. ولقيت ان تليفوني بيرن، وقتها كنت لسه شغاله في شركه دعايه واعلان، وكان برايفت نمبر، برد الو، ايوه يا منى، انا عادل امام. جالي زي صدمه في الاول كده، حسيت هو حد بيضحك عليا، بيهزر. فاللي هو رحت قايله يا لهوي يا لهوي، فضلت اقول يا فهو ضحك. لما ضحك انا يعني استقبلت مكالمه الزعيم باتنين يا لهوي يا لهوي. لا دي اتنين ايده اللي كانوا 17 مثلا، انا يا لهوي انا مش مصدقه. وفي قمت وقفت، يعني انا كنت قاعده وكان بابا قاعد جنبي على فكره، قمت وقفت وعمال اقول يا لهوي، وبابا باصص لي مش فاهم. بس فهو حتى ضحك، يعني هو ساعتها ضحك وقال لي انا دورت على رقمك عشان بس اقول لك استمري في اللي انت بتعمليه، انت عامله حاجه حلوه قوي وانا بسمعها وحافظها، انت بتشتغلي كل ده من اغنيه واحده، كانت وقتها اغنيه واحده ما كنتش عملت غيرها، يعني كانت هي دي، فاهمه قصدي، الحاجه اللي الناس سمعتها. بس بصي برضو جمال الزعيم طبعا حاجة، لا دي حاجه فرقت بجد في مشواري كله. أكيد أكيد. يعني اولا ادتني ثقه، حسيت اني مسموعه، ومسموعه من مين يعني، قصدي وساعدني بكذا حاجه، يعني هو وجهني كمان، قال لي انت بتعملي ايه، انا عايزك تركزي في اللون ده، انت هتلمعي في اللون ده، ما تخليش حد يشتتك، ما تخليش دماغك ومع هذا انت تلونتي، بدليل ان يعني ايه انتاجاتك الغنائيه اتحولت لاعلانات او استخدمت في اعلانات واستخدمت في حفلات افتتاح مهرجان القاهره ومهرجان الجونه وطريق الكباش، افتتاح طريق الكباش، وده حدث، احنا بنتكلم على حدث طبعًا. عالمي بقى طبعًا. بكل ما تحمله كلمه من معنى. الفنان لما بيجي يعني يطلع يقف مثلا، لو هنتكلم على فنان مسرحي لما يقف على خشبه المسرح، حتى لو بقاله سنين طويله جدا، مجرد الدخله دي بتبقى بالنسبه له فظيعه. احساسك انت بيكون ايه بقى لما كلمات اغنيه من اغنياتك بتتغنى للمره الاولى وعلى الملأ، وخصوصا لو كانت الاغنيه لايف، بتحسي بايه؟ لا وكمان اضافه للسؤال كريم، انت بيبقى فارق معاكي مين اللي بيغنيها، ولا لسه ما فيش الليفل ده؟ ولا يعني انا لما باجي اكتب اغنيه ببقى عايزه مغني معين شايفاه هو اللي وليكي الحق ان تتدخلي في ده ولا لا؟ لحد معين ليا حق اني اقول رايي، والحمد لله بيكون مسموع، يعني أوكي. بيؤخذ في الاعتبار، مش وساعات كتير بيكون لينا، سواء انا سواء الملحن سواء الموزع، بيكون لينا حق الاختيار، وجهه نظر زي بعض يعني. وبنتفق سوا، لو حد مش موافق بنشوف لحد ما بنوصل لحل. يعني انت عندك اغنيه شيبه لايقه عليه جدا. بالظبط. ده كان صحيح. اختيار حسن طبعا. لان انا كمان كنت ساعتها ما اعرفش لسه قوي يعني. وما عنديش خبره يعني، ما اعرفش، انا مش عارفه، انما ده كان اختيار حسن. مع الوقت ومع الاكسبيرينس وكده اكيد الواحد بيبقى له وجهه نظر. حتى كلمات اغنيتك بتتغنى للمره الاولى، احساسها ايه؟ المسرح احلى احساس، يعني احلى من التلفزيون. انا فيه بس اللي هو اول يوم رمضان ده، بيبقى ليه دايما كل سنه بستناه، ببقى قاعده على الفطار اللي هو بجري من السفره. واكيد ده حصل معاكي السنه دي في اعلان ياسمين عبد العزيز. في اعلان ياسمين عبد العزيز بالظبط. وكل سنه الحمد لله ببقى مستنيه اول يوم رمضان، لكن ارجع واقول ان المسرح بيبقى ليه احساس بقى تاني خالص. طب. يعني لانه بتشوف ردة الفعل الحقيقية اللي هي مش مفيهاش اي فلتر، ولا حتى فلتر الوقت اللي هو لحد ما الناس تستوعب، انت بتاخد يعني رد الفعل وقتها. الخام لل... للاحساس بتاع الاغنية ده كوم،
وان بقى اغنيتك تتلعب قدام الريس وتتغنى قدام الريس وتشوف اول رد فعل منه وهو قاعد، ده يعني حاجه تانية، يعني قصدي احساس تاني. اللي هي بلدنا الحلوه كانت حمائي وجارستان. اه بلدنا حلوه كان يعني، والحمد لله في كذا افتتاح تاني عملنا فيهم اغاني ممكن تكون ما اتذاعتش تجاريا بس برده كانت في حضور الريس. بس ده قصدي بيبقى بقى احساس يعني مختلف ومسؤوليه مختلفه و... لا وتصعيد كمان، انت كده اتحطيتي في كادر معين، يعني كادر ما ينفعش تتذلي عنه، ما ينفعش تقلي عنه، وعشان كده وعشان الاسم اسمك بالكامل فانت ما ينفعش لاي سبب من الاسباب تبقي طرف في حاجه نص نص. بالظبط يعني، وده دي المعضله بقى اللي في الحكايه. هي معضله، بس انا في الحته دي بحاول افكر نفسي انه لو ربنا وفقني او يعني كان ليا نصيب في النجاح هو بسبب ان انا كنت دايما جريئه في حته التجارب. فيعني بحط معايير طبعا، لكن بحاول ما بقاش عندي قيود، يعني ان انا اجرب حاجات جديده، اشتغل كل الجنرات. يعني انا من الناس اللي مثلا ممكن اكتب اغنيه مهرجان، في ناس كتير قوي ضد الجنر ده، انا بحس انه لا، انا احب ان انا اعمله بالمعايير اللي انا شايفاها مناسبه، بس ما بحبش اقفل اي باب للاخر. أوكي. بس احب اشوف مين يعرف يقدم اللون ده مثلا بشكل كويس، الكلام يبقى في الاطار اللي انا شايفاه مناسب، المزيكا ما تبقاش مؤذيه او عباره عن دوشه بس، لا تبقى حلوه. وفي الناس اللي هم تيم كتير وناس كتير بيعملوا ده، سواء غنى تلحين توزيع، بيعملوه بشكل كويس. فدايما بحس انه على قد ما في مسؤوليه بتخليك تبقى بيكي زي ما بيقولوا او سيلكتيف، على قد ما انا بحاول افكر نفسي انه القيود هي اللي بتقلل من تحررك الابداعي شويه. صح، فان انا فانا ببقى حابه ان انا ما اقفلش باب من بابه. يعني في فرق بين ان انت يبقى عندك ستاندردز او معايير ما تنزليش عنها، وبين ان انت ترفضي الابداع. ملوش سقف، انا مؤمنه بده. فيعني طول ما انت بتعرفي تدي في اي لون بشكل اللي هو يليق بيكي، انا شايفه ان بالظبط، فما ارفضش اي جونر او اي لون او اي فنان او اي حاجه. بس اللحن الاول ولا الكلمات ولا كده اوقات وكده اوقات؟ يعني هي كده اوقات وكده اوقات، وهي مدارس. انا بحب زمان كانت مدرسه واحده، الكلام الاول والكلام يتلحن طبعا، والكلام كان ليه برضو لكن وقت. لكن دلوقتي فعلا الوضع بقى مختلف. لان الناس دلوقتي مع المزيكا اكتر ومع اللحن اكتر، ده اللي بيجذبها الاول يعني. وانا اتعودت، عشان في الاول اتعلمت عن طريق الالحان وان انا اسمع الحان، فتعودت ان انا اكتب على اللحن. يعني وانت بتكتبي بتجيبي اللحن في مخك مثلا؟ يعني دايما ببقى شغاله مع الملحن وهو بيديني اللحن الاول. ممكن بقى نشتغل مع بعض عن طريق ورشه، يعني نبتدي نغير سوا وانا اقول جمله فيعدل في اللحن او كده. بس انا بقيت بحب ايه، بحب يبقى معايا لحن الاول. طب ومين من مذيعين نائب انا مين من مطربي المهرجانات اللي عايزه او ممكن ان انت تعملي له حاجه او حابه ان انت تشتغلي معاه عمل قادم؟ انا اشتغلت مع اوريدي، اشتغلت زمان مع اوكا واورتيجا، اشتغلت مع مدفعجيه. اوكا واورتيجا عملت ايه معاه؟ عملت اغنيه في مسلسل اللعبه كان اسمها واد جامد وترند، كانت حاجه أوكي. في اطار كانت في اطار الدراما. وكذا مره يعني اشتغلنا، بس اعلانات مثلا لسه ما نزلتش او ما نزلتش او كده. واشتغلت مع مدفعجيه كتبنا سوا حاجات يعني. كان في اعلان لشركه تيليكوم عملناه سوا مع محمد رمضان، كانت البدايه بتاعت ان محمد رمضان قالها. ايوه انا عرفتها. فدي كنا مثلا كاتبينها سوا، مش بس كنا عاملين كولابوريشن. كانت من 3 سنين حاجه كده تقريبا، ممكن اكتر كمان. لكن انت مركزه يعني كل وقتك وكل يعني مركزة بس في حتة كتابة الكلمات الأغاني، ولا مثلا عندك شغل تاني بتعمليه إلى جانب؟ لا يعني مصدر دخلي وشغلي هو الإعلانات وكتابة الأغاني، لكن أنا نفسي أخش في مجالات تانية كلها ليها علاقة بالكتابة. زمان كنت بكتب بقى مقالات رأي كمان، وكنت واخدة الكتابة بشكل. لكن السيناريوهات ما خطرت لكيش على بال؟ لا خطرت لي، وباخد ورش كتابه بتعلم. والسنه اللي السنه رمضان اللي فات شاركت بكتابه الحوار في مسلسل يسرى بتاع حرب اهليه. أوكي. انتاج العدل جروب. وكانت تجربه اتعلمت منها، يعني اتعلمت منها كتير قوي، بس كمان عرفتني ان انا لسه
قدامي شوية في الحتة دي، محتاجة أتعلم أكتر، بس شغالة يعني. ده إن شاء الله الخطوة الجاية أكيد أحب إن أنا أكتب فيلم أو مسلسل. لازم. ما قلتليش مين بقى المطرب اللي عايزة ممكن تعمله في حتة المهرجانات؟ بصي، بحب بقى ناس كتير من الجينيريشن اللي هو لسه طالع. بحب دبل زوكش الاثنين. لا انا مش عارفاهم الصراحه. تعرفهم انت يا كريم؟ والله انا بقى ما بقتش اعرف، لسه ما اعرفهمش. ماشي، هبقى اسمعكم بعد اما نخلص. وعنبة. انا وقفت عند عنبة، عارفاه. عنبة شاطر قوي، وعلى فكره صوته حلو، وهو لسه يعني هو بس بيرفض يغني عشان ما يطلعش بره الاطار بتاع المهرجان، بس انا سمعت صوته في الغنى، الغنى الطربي يعني. لا صوته حلو. واشتغلت معاه، عملت معاه اعلان برضو، كانت تجربه لذيذه جدا، والناس يعني الناس حبتها وبستفيد. بالعكس، انا عايزه اقول لك ان انا بستفيد دايما من، بيعلموني طريقة كتابة تانية يعني، بيعلموني تقطيع للكلام تانية، حاجات تكنيكال يعني بتعلمها في في الحتة دي، فبتبقى بالنسبة لي. انت اتعاملت كمان مع يعني اسماء كبيرة جدا، لو هنتكلم على المطربين بس، اشتغلت مع سميرة سعيد ومع رامي عياش ومع علي الحجار ومع تامر وناس غيرهم كمان كتير. مين فيهم لقيتي يعني في اريحيه كبيره قوي في الشغل معاه، وحسيتي ان صوته فعلا واحساسه قبل صوته فعلا قادر يوصل الاحساس اللي كان جواكي والانفعالات اللي كانت جواكي انت شخصيا وانت بتكتبي الكلمات؟ والله ما بقول الكلام كده وخلاص، بس بجد كل حد بشتغل معاه بتبقى تجربه عالم يعني، كاني داخله عالم بصعوباته بمميزاته على فكرة يعني، مش بس بقول في الحاجة الحلوة يعني، وكلها حاجات بتعلم الواحد يعني. كل حد ليه طريقة في التعامل، ليه حاجة هيعلمها لك، وليه طريقة في الهندلة يعني، ليه طريقة كمان في ان انا ازاي هوصل وجهة نظري او هقنعه بوجهة نظري. كل حد في تجارب كانت ما تتنسيش، بس علشان ما كانتش تخطر على بالي في يوم من الايام ان هيجي لي الفرصة، زي شريهان مثلا يعني، ان انا يجي لي طبعا. والله انا كنت بقول كده يعني قريب، ان انا ساعات وانا بحلم اقول انا في يوم من الايام هعمل اغنيه لبيونسي او ريانا، بفكر كده اللي هو ممكن سقفي يبقى فين. ما جاش في بالي شريان يعني. بص، وصلت دماغي خدتني اني ممكن اعمل ايه. ما جاش في بالي ان في يوم من الايام هقعد قدام شريان واكتب لها وتشجعني التشجيع اللي شجعته لي، وتسمعني وتقولي طب انت ايه رايك، طب انا عايزه اعمل كذا، وننفعل سوا ونعيط سوا واحنا بنشتغل ونضحك يعني. لا، كانت دي من التجارب اللي بعتز بيها جدا، عشان أكيد. ما كنتش اتخيل ان ممكن ربنا يجيب لي فرصه زي كده في يوم من الايام. في خلاف كده بقى، بجد كل تجربة يعني، كل حد من الأسامي اللي قلتها وأسامي تانية، أنا الحمد لله برضو اشتغلت مع يعني معظم الناس الموجودة، فكل حد بجد كانت تجربة مستقلة. هقول لك الميزة، حاجة لسه مكتشفاها دلوقتي، إنه الحمد لله ما فيش تجربة أليمة يعني. أنا عمالة أفكر دلوقتي لو في، ما فيش. فيعني كل الكواليس بنسبة 90% اقدر اقول ان هي كانت كواليس دمها خفيف ولذيذة وفي كيمستري، ومفيش حد اشتغلت معاه مرة وما تكررتش. يا رب دايما ان شاء الله تبقى دي كواليتي كواليسك باذن الله. يا رب دايما. نورتينا. ميرسي. انا منى، انا متوقعه لك زي ما كتير توقعوا لك مستقبل جميل، وبعد كام سنه ممكن بقى مش عارفه هنبقى فين انا وانتي، بس المتاكده هنتقابل تاني. أيوة. على الهوا، وهيبقى لينا لقاء تاني بانجازات كبيره انتي يا رب ان شاء الله باذن الله. ميرسي قوي يا جماعه، نورتينا. نروح فاصل ونرجع للفقره الاخيره معانا، وكريم هيكون معانا، كابتن ايهاب المصري زي ما اتكلمنا، هي معانا يعني مواضيع ومحاور كتيره جدا مستنيين نتكلم معاه فيها بعد الفاصل. اللعيبه رجاله ولعيبه قد المسؤوليه، وان شاء الله الاهلي قد البطوله ان شاء الله. نقول لهم ربنا معاكم وربنا يوفقكم، وتفرحوا الجمهور بالكاس اللي كل جمهور مستنيه. كل التوفيق للنادي الاهلي، واحنا كلنا واقفين معاه، وربنا يوفقهم ان شاء الله، ومزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات باذن الله. انا بقول للعيبه النادي الاهلي، احنا متشكرين على اللي انتوا عملتوه في المباراه دي، مباراه جيده جدا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هم عملوا مجهود كبير جدا وخارق في المباراه، وقدروا ان هم اصلا يتغلبوا على كل الصعاب اللي كانت قبل كده اصلا قابلتهم بسبب الاجهاد والارهاق، وقدروا ان هم يحققوا الفوز برباعيه نظيفه، وده ان شاء الله هيدينا دفعه كبيره جدا اصلا احنا نوصل للمباراه النهائيه باذن واحد احد ان شاء الله يعني. نقول ربنا يوفقهم بامر الله عز وجل في مباراه وفاق ستيف ان شاء الله، وربنا يوفقهم في الدوري المحلي ان شاء الله. ناخد ال11 و
وان شاء الله ونركز في الدوري بعد ال11 ان شاء الله، ونحاول نعوض النقط اللي راحت مننا. ده انا بقول لفريق النادي الاهلي طبعا اللي هو فريق كبير وفريق طبعا قادر ان هو ياخد البطوله، وهو ادى اداء كويس في الدوري ودوري ابطال افريقيا. هقول لهم اول حاجه اول الف مبروك على بطوله افريقيا، ماتش كويس وبتاع، بس اهم حاجه الدوري نشد فيه شويه عشان نلعب بنفس الروح هنا وهنا. بس اهم حاجه بقول للعيبه الف مبروك على البطوله مقدما، لان انتوا كده كده هتاخدوها، واللعيبه رجاله يعني طبعا، خصوصا الكابتن محمد الشناوي كابتن عالمي، ويقدر يتحدى الباقي، وان شاء الله اللعيبه هتحقق نجاح عالي وهتوصل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله اللعيبه رجاله وعلى قد المستوى، وان شاء الله تكون الثالثه على التوالي للنادي الاهلي ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين تحديات كتيره جدا منتظره الاهلي ومشوار المحلي والقاري كمان. المفروض الاهلي بيضع خلاص قدما في نهائي افريقيا بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعيه نظيفه في الذهاب، لسه طبعا الاياب كمان. الوداد المغربي فاز على باترو اتلتيكو 3-1. هنتكلم عن كل التحديات دي في المشوار الافريقي للاهلي، وكمان هيكون في كلام كتير اكيد عن منتخب مصر مع كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق. ومجور جدا صباح الفل عليكم طبعا، وصباح الجمال وصباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، وصباح جميل ان شاء الله باذن الله. سعداء بوجودك كالعاده، وعندنا فعلا تفاصيل كتير قوي عايزين نتكلم معاك فيها، ولكن خلينا في البدايه بعد اذنك نتكلم عن النقطه اللي هي اصبحت هي حديث الساحه الرياضيه في الفتره الاخيره، وطبعا بطبيعه الحال شغله بال كل الاهلاويه في كل الملعب مكان. فين لقاء النهائي والمباراه؟ خدنا قطعيه حلوه في الانترو النهارده بنتكلم عن الموضوع. خلاص هو يعني الشغل الشاغل الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه في مصر والشارع الكروي المصري هو الملعب، ويمكن لاول مره او من المرات القليله اللي اتفق فيها الاعلام كله بلسان واحد، لان انت دلوقتي بتتكلم عن فريق مصري بيمثل مصر، انت ما بتتكلمش بقى عن الاهلي، فالكل مجتمع ان ده فعلا فيه ظلم. لا احنا دلوقتي صح، يعني بتتكلم في نقطه اللي احنا دلوقتي كلنا النادي الاهلي هو ممثل الكره المصريه الوحيد في البطوله بالزبط. ان شاء الله، بس يعني انا عايز بس ناخد امور واحده يعني خطوه خطوه. تمام اتفضل. النادي الاهلي لحد دلوقتي برده يعني ان شاء الله عنده او عندنا مباراه يوم السبت، مباراة مهمة جدا طبعا، مباراة الإياب مع خصم مش سهل أكيد. مباراة الذهاب اللي كانت في القاهرة ما تكونش خادعة للناس، لا النادي الأهلي أدى مباراة كبيرة جدا، فرقة وفاق الصيف مش فرقة ضعيفة عشان الناس، وده اللي عاجبني في الفرقة. أنا شايف الفرقة قافلة على نفسها، مش مدخلة نفسها في موضوع الملعب أو الكلام ده. لسه المباراة، لسه النادي الأهلي لم يحسم الصعود، لكن اللي بيحصل من مجلس إدارة النادي الأهلي والتحركات اللي بتحصل على المستوى الإعلامي شيء كويس جدا وشيء جيد جدا. نرجع للموضوع الاتحاد الافريقي، انا شايف طبعا في فشل كبير جدا. الاتحاد الافريقي لازم من بدايه لو هو عايز يقلد حتى الاتحاد الاوروبي، بتشوف امبارح الاتحاد الاوروبي بيعلن موعد او يعني بحدد الملاعب بتاعت البطوله الجايه، ده البطوله الجايه طبعا، يعني نهائي دوري ابطال اوروبا اللي طبعا جاي في تركيا. وصل بقى اي فريق من تركيا، وصل اي حاجه، خلاص هم عارفين السنه دي، احنا عارفين من اول الموسم من اول البطوله ان النهائي في باريس، خلاص محدش بيعترض محدش بيتكلم. انت ما دام قررت ان النهائي يتلعب من ماتش واحد او مباراه واحده من اول البطوله او من اول ما تبدا البطوله او في قرعه الدور الثمانيه، تعمل طب ارض محايده، اعمل خلاص اعمل الكلام ده، او حتى لو قلت المغرب من بدايه البطوله. هي المشكله اقول لحضرتك حاجه، المشكله اللي هو انت القرار طلع من يومين وبنسبه 90% الوداد طرفي النهائي اتحددوا طبعا، يعني لسه في مباراه عوده لكن طرفي النهائي اتحددوا، فانت ما ينفعش حتى لو كان في ناس طالعه بتقول ان المغرب هي اللي قدمت، مع احترامي الكامل خلاص المغرب قدم، لكن انت خلاص في طرف احد طرفي النهائي من المغرب، لا انا كاتحاد افريقي ابعد واتجنب الشبهات في الموضوع ده واختار ملعب محايد، واسيب بقى من اللي تقدم ومش تقدم. افريقيا مليانه ملاعب، قاره افريقيا يعني محترم الكامل لدوله المغرب، ان يعني في يعني بلدان كتيره فيها ملاعب محترمه وملاعب نظيفه. المغرب للموسم الثاني على التوالي في ملاعب كتيره، طب انا في يعني ممكن كنت تعمل في القاهره، ممكن ما تروح تلعب في جنوب افريقيا، ايه المشكله؟ ولا الاهلي ولا الوداد، العب في جنوب افريقيا، العب في تونس مثلا، تونس فيها ملاعب، العب في الجزائر لو انت مش عايز فيها ملاعب كويسه، لكن انت لازم يكون ليك نظام، ليك سيستم معين من اول البطوله تحدد عليه. دلوقتي في كلام لا انا عايز ارجع بعد الضغط الكبير، عايز ارجع العب ذهاب واياب تاني،
طب دي عشوائيه قوي. دي عشوائيه ما ينفعش. احنا خلاص احنا في 2022 ولسه عندنا العشوائيه في القرارات. لا، في بطوله زي دي، البطوله الاهم طبعا. هي البطوله الاهم في قاره افريقيا، وكلنا كنا توسمنا خير بعد تولي الراجل بتاع جنوب افريقيا رئاسه الاتحاد الافريقي، لكن مش شايف لا، والمواعيد عندك يوم 30 ويوم 2، يعني دي مشكله كبيره. إيه ودي مشكله ثانيه. ايه الحوار ده؟ ما دي مشكله. يعني خلينا نرجع لورا شويه. نفس الكلام حصل في دوري ابطال بطوله الامم الافريقيه. منتخب مصر لما لعب النهائي ولعبت النادي الاهلي بعديها ب 24 ساعه سافرت على الامارات لعبت كاس العالم للانديه. أيوه. والاتحاد أيوه. الافريقي برده ما تدخلش وما حاولش يساعد النادي الاهلي في حاجه. دلوقتي احنا بنتكلم بقى باسم مصر، منتخب مصر النادي الاهلي عنده 30 مهمه قوميه ان شاء الله باذن الله يوصل النهائي، ومهمه قوميه كبيره جدا، وكلنا هنبقى في ظهر النادي الاهلي. ويوم 2 منتخب مصر الكبير. فكرك العشوائيه دي عشوائيه ممنهجه مقصوده وراها نيه مشكوك في مدى سلامتها، ولا هي عشوائيه قائمه بالفعل وللاسف بتسمى عندنا واحنا اللي بندفع ثمنها؟ هو للاسف لو ممنهجه او متوجهه لينا احنا ما ينفعش. كمان احنا مصر، يعني انت اسمك بعيد عن بقى الكوره وبعيد عن الرياضه، انت في وسط القاره الافريقيه اسمك كبير وليك الرياده الافريقيه مع احترامي الكامل لكل الدول الافريقيه، فما ينفعش يكون في اتجاه او توجه لاي تعنت ضد الشعب المصري. لكن في الرياضه لا، احنا مش ملناش تاثير كبير دلوقتي جوه الاتحاد الافريقي، مع ان الاتحاد الافريقي متواجد في مصر. دي من المشاكل الكبيره جدا، انت الاتحاد الافريقي موجود عندك في مصر، لكن الضغط يعني والنتائج الضغط بيحصل اكتر من دول المغرب العربي، من شمال افريقيا سواء المغرب او تونس. الجزائر اعتقد اقل شويه، لكن المغرب ليها صوت وليها قوه كبيره جدا داخل الاتحاد الافريقي. اتمنى ان يتم العدول على القرار اختيار ملعب محايد، لان ده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. ولو لا قدر الله خلاص ما فيش الا قرار الاتحاد الافريقي للملعب، في كلام تاني، واعتقد النادي الاهلي ومجلس ادارته بقاله يعني من وقت صدور القرار وهو شغال بشكل كويس جدا. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعني يعدي رسميا يوم السبت ويبدا خطوات تانية خالص مختلفه. يعني اتمنى بقى بعد كده يبقى في كلام تاني وفي استعدادات تانية للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. طب خلينا نروح بقى شويه كده للفنيات، ورايك ايه في فكره هنا الناس المايله ل يعني هم مؤمنين شويه بالحته دي، يقول لك موسيماني مع الاهلي في افريقيا ذهابا وايابا افضل بكتير لو هنتكلم عن البطولات المحليه. هل انت مع الراي ده؟ ولو معاه طب ليه؟ ايه اللي فارق؟ وفي نفس الوقت برضو لو رحنا لفريقنا شويه وتكلمنا عن مستويات مختلفه زي مثلا طاهر محمد طاهر والتميز اللي مؤخرا لقيناه وملحوظ جدا على الارض، برضو ده راجع لفكر موسيماني، فكره التغيير في الملعب لمراكز اللعيبه، ولا يعني راجع لايه بالظبط من خبرتك؟ لو هاخد مني اخر نقطه طاهر، لان طاهر اخر مباراه لعب راس حر، يعني شاد سترايكر، هو الراجل لعب 4-2-2 اللي هو 2 ارتكاز حمدي وديانج قدامهم حسين وعبد القادر قدامهم بيرستاو وطاهر. الراجل كان عنده الاربعه اللي عندهم الدوافع الهجوميه او الاربعه اللي هو عبد القادر وحسين وبيرستاو وطاهر محمد طاهر، مفيش مهاجم صريح، كان عامل لخبطه لفرقه فاكس طيف. طاهر بيجيد في النقطه دي. انا شفت يمكن طاهر في نادي المقاولين، انا كنت متوسم زي ما قلت قبل كده هنا ان طاهر عنده الشخصيه، طاهر عنده اداء مختلف تماما، عنده القوه، عنده العقليه المختلفه اللي المفروض تخليه هو لعيب النادي الاهلي. لكن طاهر على فترات يمكن الناس يعني هجمته كتير الفتره اللي فاتت، لكن بدات تشيد بيه في اخر فتره، لان طاهر بيقدم مردود كويس جدا، لان لقى نفسه في المكان ده، لقى نفسه في التمركز الجديد اللي الراجل حاطه فيه. بيأدي بشكل كويس جدا، تحركاته بتكون مثاليه في الحته اللي قدام، بيعرف يتحرك كويس جدا، بيعرف يخلق لنفسه المساحه، بيعرف يساعد زمايله في يعني الماتش المباراه الاخيره هو عمل اسيست وجاب جول، فكان واداؤه حتى داخل الملعب كان اداؤه عالي جدا، اداؤه الفني كان بشكل كويس. مباراه الرجاء اداها بشكل كويس جدا كمان، يمكن في المغرب ادى اداء كويس جدا واداء يعني كان من الافضل المرات اللي شفت فيها طاهر. فاعتقد ان طاهر بدا الراجل يعرف يوصل للمكان اللي طاهر هيقدر يبدع فيه، هيقدر يطلع امكانياته وهيقدر يطلع قدراته فيه. حاول الراجل برضو في مباراه سيراميكا، لو هنرجع للربط بقى ما بين الدوري وما بين بطوله افريقيا، لعب في الدوري امام سيراميكا بنفس الطريقه 4-2-2-2 لكن بعناصر مختلفه،
والتوليفه ما كانتش مظبوطه، يعني كان قفشه بيلعب جنب حمدي فتحي في مباراه سيراميكا في نص الملعب، وده يعني برده من الحاجات الصعبه جدا. وكان ميكسوني مع اعتقد كان حسين الشحات مع محمد شريف وصلاح محسن، او طاهر وميكسوني وكان صلاح محسن ومحمد شريف، اعتقد التوليفه ما كانتش راكبه على بعض، يعني العناصر كانت اول مره تتجمع مع بعض بشكل كبير جدا، فده سبب خلل كبير. بس ده وارد كاول مره ان هو يتم زي ما انت بتقول التجميعه دي، التجميعه، لكن هو مصمم على طريقه، او الراجل مصمم على طريقه، لما خد وقته لما بعد سيراميكا خد اسبوع واشتغل بشكل كويس جدا وحضر كويس جدا، لان الراجل برضو عنده ميزه في بطوله افريقيا، ما اعرفش يعني هي دي اللي بتفرق بقى، تحضيره للمباريات في افريقيا ومعرفته المسبقه برضو بالمنافسين. ما هو خلاص برضو هو المفروض يكون عارف في الدوري الخلفيه، بس هو جاي لنا عارف بالفعل، هو وعنده الخبرات دي طبعا. وعنده خبرات مع سان داونز، فهو بيحضر كويس قوي. يعني وفاق ستيف قبل ما يجي لك كان داخل مرمى 5 اهداف، يعني مش الفرقه اللي هي جايه هتتغلب 4-5. يعني احنا عمالين، يعني في ناس كتيره بتحاول تقلل من بطوله افريقيا، بتحاول تقلل من قيمه وفاق ستيف، لا الفرقه فاق ستيف مش فرقه قليله جدا، فاق ستيف هي اللي اطاحت بالترجي، بالترجي التونسي، وفاق ستيف امبارح كسبان 7-0 في الدوري الجزائري على فكره. يعني فرقه ما شاء الله، لا فرقه مش ضعيفه. وقبل بقول لحضرتك قبل ما اجي لك كان بيستقبل 5 اهداف بس. فهو عموما شمال افريقيا بشكل عام لا عندهم منتخب ولا فريق ضعيف اكيد، لا يعني وفرقه تطيح بفرقه الترجي من تونس طبعا. اعتقد لا يعني فرقه تعمل لها الف حساب طبعا. ولو كان النادي الاهلي لا قدر الله حصل اي نتيجه في القاهره كنا هنطلع نقول ان فرقه وفاق، الناس كانت تقول وفاق ستيف فرقه قويه والنادي طبعا. الاهلي هو لا، النادي الاهلي اشتغل صح، النادي الاهلي بوسيماني حضر للمباراه بشكل كويس جدا، اشتغل الجزء الفني بشكل كويس جدا، مختلف تماما عن الدوري. يعني هو الفتره اللي حصلت من بعد ماتش سيراميكا والقعده بتاعت كابتن محمود الخطيب فرقت نفسيا، فرقت كتير جدا، واللعيبه واحساس اللعيبه المسؤوليه، عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اللعيبه حست بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي، وعندها ميزه بشوفها هي دي اللي بتختلف شخصيه النادي الاهلي عن شخصيه اي حد تاني، اللي هو كسب الماتش خلاص، هو بيكسب الماتش بيفرح في الملعب، او بيفرح على قد يعني الفرحه بتاعته تبقى على قد المكسب وعلى قد اللحظه وخلاص، بيقفل الصفحه وبيخش على الصفحه اللي بعديها على طول، لان واقرب مثال اصلا ماتش الذهاب بتاع وفاق سطيف، يعني النتيجه احنا كسبانين 4-0 ودي ومع هذا برضو تحس ان الفرحه مؤجله، وكالعاده برضو بيعمل حساب اي فريق بيلعب معاه مهما كانت نتيجه يعني لقائه السابق معاه. ما عشان كده قلت لحضرتك دي من الحاجات اللي بتطمن الواحد، ان هو بعد المباراه لعيبه النادي الاهلي ما حسيتش بالفرحه والنشوه وتواجد في القنوات وحتى الاعلام، بس دي من الحاجات بقى السلبيه الثانيه، انا ما شفتش فرحه في الاعلام المصري بفوز النادي الاهلي او باداء النادي الاهلي، على العكس النادي الاهلي لو حصل اخفاق في الدوري بنشوف بنشوف انتقادات كبيره جدا، بنشوف انتقادات لمستر موسيماني لبعض اللاعبين، لكن النادي وده طبيعي ان انت بتتكلم فيه. لا بس مش الكل، خلينا ما نجمعش، يعني انا فاهمه وجهه نظر او فاهمه بالظبط بتتكلم عن مين، اللي احنا اكيد متابعين في اشخاص في الاعلام بيطلعوا حتى ضيوف دائمين مش مذيعين، هو بيحب جدا الشخص ان هو يقعد ينتقد، يعني حتى بعد الفوز في وفاق الصيف الاخير طلع قال لك ايه على موسيماني، قال لك الفوز ده مش راجع لموسيماني، الفوز ده راجع للعيبه. طب انت يعني انت في حاجه مين اللي حضر اللعيبه، عندك مشكله معينه ولا يهمنا، واخر اخر همنا بس انا فاهمه ان ده في كلام دايما بيحصل، بس من امتى بنهتم يعني؟ ما بس ما هو انا معاكي، انا ما بحبش الاسلوب ده اصلا، انا ما بحبوش، اجواء غير صحيه. يعني اديني حقي زي ما بنتقدك وانتقد وانتقدني انتقاد بناء، قول لي انت عندك مثلا مشاكل في كذا، مشاكل في كذا، اشتغل على كذا، لكن ما تقعدش تنتقد فيا اللي انا مصلحش، اللي انا مشعوذ، اللي انا بستخدم السحر والكلام ده. اصلا فكره ان يبقى في محللين كضيوف في برامج ده جديده، موضوع السحر عندهم انتماءات وبيعلنوا عنها او بتبان من خلال سياق كلامهم، ده في حد ذاته مش مظبوط. لا طبعا انا ضدها، يعني انا المفروض ولو تواجدت في استوديو ومحلل محايد ادي لكل واحد حقه، ده اللي بتكلم فيه طبعا. لكن انا دلوقتي محسوب على نادي معين وطالع في استوديو تحليلي للفرقه، يعني الفرقه تانية، ومطالب ان انا احلل بشكل سليم محايد. بشكل محايد، ادي كل واحد حقه، مش هاجي شايف حاجه في الملعب واقول حاجه عكسها،
فده اللي انا شايفه الفتره اللي فاتت للاسف، واتمنى يعني زي ما بيحصل اليومين اللي فاتوا في دعم كبير. يعني برضو احنا في نقطه سلبيه حصلت بعد ماتش وفاق الصيف، لكن بعد صدور القرار في نقطه ايجابيه كبيره جدا زي ما هوند قالت، الدعم الايجابي، في دعم من كل وسائل الاعلام. ويمكن ده يعني شفنا رد فعل من الصحافه المغربيه على الاعلام المصري، وان في يعني في ضغط كبير جدا من الاعلام المصري على الاتحاد الافريقي، وده دورنا وده دور الاعلام المصري الفتره الجايه. اعتقد هيزيد كمان الضغط من كل المسؤولين في اتحاد الكوره، في وزاره الشباب، في الاعلام المصري على الاتحاد الافريقي للعدول عن القرار. كويس جدا. طيب قبل ما نروح، لان احنا هنروح هنطير دلوقتي علشان نروح هنطمن على البعثه بتاعتنا، بس قبل ما نروح خليني اروح معاك كابتن ايهاب برضو لقصه هنا، يعني التناغم ما بين الفريق مره تانية اللي عاد، او شخصيه الاهلي زي ما بيتقال عليها، اللي بصراحه انا بحب اكون صريحه جدا كانت غايبه عننا في كذا ماتش فاتوا. منتهى الصراحه الواحد مش لازم يطلع بس يشكر، لازم نقول اللي لينا واللي علينا، كانت غايبه. رجعت مره تانية ومؤخرا وتحديدا في وفاق ستيف شفناها بشكل كبير، لان العامل النفسي كان غايب في بعض اللعيبه اللي شاركوا يمكن مع المنتخب، مش هنخش في تفاصيل القصه دي قوي، بس كان واضح على الارض في دروب في الشق النفسي. بعد اللقاء اللي كان مع كابتن محمود الخطيب طبعا، والجلسه اللي فرقت بشكل كبير جدا، اهتمام موسيماني بالشق النفسي مع الشق الفني برضو فرق بشكل كبير جدا على الارض. شفنا لعيبه كانت الفتره اللي فاتت مش هقول مهزوزه، بس تاثرت بشكل سلبي، بينهم محمد شريف، قفشه ربما لسه بيعود مره ثانيه للمستوى اللي احنا نعرفه. فبرضو كل دي عوامل بتؤدي في الاخر ان على الارض اللعب بيختلف بشكل كبير جدا. انا بحييكي طبعا على الصراحه، اللي احنا طبعا متعودين دايما مش هنضحك على الناس، ومش مش هنقول كلام مش موجود على ارض الواقع. لا، النادي الاهلي كان بقاله فتره من بعد بطوله افريقيا للمنتخبات او منتخب مصر، في لعيبه كتير جدا كانت بعيده عن مستواها، لان في ضغط رهيب جدا حصل على لعيبه النادي الاهلي. بالزبط. في اجهاد كبير حصل على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي ما خدتش راحه، لعيبه النادي الاهلي ما بت... يعني في لعيبه كتير جدا ما بتروحش تقعد مع بيوتها. ده نفسيا اقول لحضرتك حاجه، ده ياثر يعني، ده اللعيب احنا تاثرنا احنا كمذيعين بس، او جماهير تاثرنا. فده لازم الجمهور يراعي برضو النقطه طبعًا. دي ان اللعيب لعيب كوره ومحترف وكل حاجه، بس بيته والحياه الاسريه عنده ليها دور كمان يطلعه بره الاجواء دي طبعًا. فما كانش في فصل، كان في ضغط 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 مباريات ضغط مباريات، مع نتائج سلبيه شويه، مع اجهاد اللاعبين، فده ادى للحاله اللي احنا اتكلمنا فيها. فجت مباراه سيراميكا كانت النقطه الفاصله في الموضوع كلها، لان قعده كابتن محمود المره دي ما كانتش قعده يعني طبيعيه او كالمعتاد، كان فيها حده، كان فيها ان هو خلاص اللي فات ده يتنسي. بالزبط. وده اللي يعني زي هنرجع تاني، ده اللي بيفصل يعني بيخلي النادي الاهلي فارق عن اي حد تاني، ان اللي فات خلاص اتنسى، اللي يعني البطولات اللي فاتت والبطولات الكتيره اللي الجيل ده حققها خلاص، الجيل ده محقق 2 ابطال افريقيا، لكن طبعا. انسوا خلاص، احنا عندنا المستقبل، عندنا اللي جاي. طيب تعالى بقى، طالما ذكرت خلينا نقول فعلا على ذكر المستقبل واللي جاي، تعالى نتعرف على شويه تفاصيل من اللي جاي ان شاء الله. من خلال هذا اللايف يوم من الجزائر، مع عشان نتابع طبعا مع حضراتكم كواليس الفريق قبل مباراه العوده مع وفاق سطيف. معانا الزميل العزيز كريم احمد، هو موجود هناك. كريم صباح الفل عليك، وتفضل احنا سامعينك، تعرفنا بقى الاجواء عندك عامله ازاي، والحاله المعنويه عند اللعيبه شكلها ايه؟ بص يا كريم، طبعا برضو اضافه لكريم عشان نسيب لك المساحه، طبعا صباح الخير وتحياتنا ليكم طبعا للجزائر من مصر، لكن عايزين نعرف التفاصيل كلها، يعني بدايه بدرجات الحراره، الاستعدادات، الاوضاع هناك، الصحافه بتتكلم ازاي، الكواليس بتاعه الاجتماعات اللي دايره، يعني خلينا نطمن منك على كل حاجه مع البعثه، اتفضل يا كريم. صباح الفل عليكم طبعا، وبرحب بيك في البدايه طبعا زميلتي العزيزه نهواندو، كل التحيه للزميل العزيز كريم وضيفك طبعا الكريم. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول تنقصنا خطوه مهمه جدا للمباراه النهائيه، مباراه وفاق سطيف. طبعا يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كريم بنزيما كريم بنزيما صباح الفل صباح الفل. ميشيلي انا كنت الحقيقه يعني روحه ممتازه جدا ورائعه جدا، على طول بيكون معانا قيمه كبيره جدا الحقيقه، واضافه كبيره جدا لحراسه مرمى للنادي الاهلي، الكل الحقيقه، الجهاز الفني على اعلى مستوى، لاعبين
خبرات كبيره جدا، قامات كبيره جدا. اما بنقول النادي الاهلي يصل ان شاء الله للعام الثالث على التوالي ان شاء الله باذن الله بمشيئه ربنا للمباراه النهائيه، ده مجهود كبير جدا الحقيقه بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي، اللاعبين، الجهاز الفني، تكاتف الجمهور، الكل الحقيقه منظومه متكامله. يا رب ان شاء الله تكمل على خير في المباراه المنتظره من كل جمهور النادي الاهلي. عايز طبعا اطمنكم بشكل عام على الحاله وعلى تركيز اللاعبين، الامور، الترتيبات، البعثه، كل الامور دي طبعا من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي. تعرفوا طبعا زميلتنا هواند مباشره كان في تدريب امس، تدريب اخير على ملعب مختار التتش كان في 10 صباحا مباشره عقب انتهاء المران. توجه اللاعبين طبعا الى مطار القاهره بصحبه وبرفقه رئيس بعثه النادي الاهلي الوزير عامر فاروق، طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، برفقه الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، وايضا الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره سياس طارق انديل. الحقيقه في اهتمام كبير جدا لهذه المباراه. يمكن كمان مجرد وصلنا الى المطار استقلالنا الطائره 4 ساعات وصلنا مباشره الى مطار الجزائر اللي كان في استقبالنا الحقيقه السفير مختار وريده، طبعا سفير مصر هنا في الجزائر والسفاره بالكامل، وبعض طبعا من الجاليه المصريه المتواجده طبعا، وهم كل محبين النادي الاهلي اللي استقبلوا الحقيقه النادي الاهلي بالهتاف افريقيا اهلي. روح كبيره جدا وواضح ان النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في التدريبات، ايضا كمان الترتيبات هنا مميزه جدا من جانب السفاره، وايضا كمان جانب وفاق ستيف اللي بيحاول طبعا يسهل الامور، لان المعامله بالمثل. انت عارفه زميلتنا هواند، زميلي كريم، النادي الاهلي تحديدا اي ضيف او اي فريق ضيف بيكون متواجد في القاهره كل الامور بتكون على ما يرام، واحسن كمان من كده كمان عشان كمان تكون المعامله بالمثل في المباراه زي مباراه العوده وهي مباراه وفاق ستيف. اقدر اقول لك الحاله المعنويه والحاله الفنيه وحاله التركيز لعيبه النادي الاهلي كبينا بشكل كبير جدا من المباراه الاخيره، بعيدا عن النتيجه ضيعنا وحطينا يمكن ضيعنا فرص كتير جدا، كور في العرض وامور كثيره جدا، لكن واضح الجديه، واضح التركيز والحماس الكبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. هو ده الحقيقه اللي احنا بنراهن عليه، شخصيه اللاعبين، روح الفانيله الحمراء. ايضا كمان كابتن محمود الخطيب الحقيقه وقيمته الكبيره باجتماعه مع لعيبه النادي الاهلي قبل التوجه الى مطار القاهره، الكلمات كانت مؤثره جدا من الكابتن محمود الخطيب وتحفيزه المستمر والداعم لفريق النادي الاهلي. احنا لسه ما وصلناش للمباراه النهائيه، بعيدا عن نتيجه 4-0 احنا رايحين هذه المباراه بنتيجه 0-0. هو ده الوعي الكبير اللي احنا بناكد عليه مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين الكبار، كل اللعيبه الكبار في اجتماعات مستمره، ايمن اشرف، علي معلول، السليه، الشناوي، كل اللعيبه الحقيقه بتتكلم على هذا الامر، لابد ان احنا يكون في حسم، لابد ان احنا نظهر بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي بعيدا عن النتيجه السابقه وهي المباراه الاولى. الامور مطمنه جدا بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي. زميلتي الهواند، زميلي كريم، النهارده يمكن البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي يعني من لحظات بسيطه جدا انهى لاعبي النادي الاهلي وجبه الفطار مباشره، هتكون بعدها طبعا بساعتين 2 ظهرا بتوقيت الجزائر هتكون وجبه غداء، على ان يكون تحرك فريق النادي الاهلي في السابعة والرابعة الى التدريب الاول. طبعا تدريب ملعب التدريب بيبعد هنا 25 او 30 دقيقة لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله اليوم الاول والتدريب الاول بيبان وبيدي انطباع كبير جدا على حالة التركيز اللي فيها لعيبة النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يحافظ على اللاعبين، عايزين نحافظ على بعض، مش عايزين نفقد اي لعيب في التدريبات خلال الايام القادمة، ويا رب ان شاء الله زي ما التوفيق كان معانا في المباراة الاولى يكون ايضا كمان توفيق مع فريق النادي الاهلي في المباراة القادمة. ان شاء الله خير باذن الله. بنشكرك جزيل الشكر طبعا، تغطيه كافيه ووافيه كالعاده، زميلنا العزيز كريم احمد المتواجد حاليا في الجزائر، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا كريم، ويرجعوا لنا منصورين ان شاء الله. نرجع يعني بسكور كده يشرفنا وتاهل يليق بالنادي الاهلي واكيد بمصر باذن الله. يعني للاسف بيبلغونا والله ان الوقت انتوا عارفين ان انا تحت امرك في اي وقت وبكون سعيد جدا معاك. لا طبعا، ونشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. شكرا كابتن ايهاب جدا. دلوقتي هنروح فاصل، بعد كده هنرجع علشان سؤال السوشيال ميديا اللي كنا سالناه لحضراتكم، ايه او توقعاتكم لخط هجوم الاهلي امام وفاق ستيف. فاصل ونرجع نشوف الاجابات. طيب سريعا هنقرا مع حضراتكم التوقعات لخط الهجوم امام وفاق ستيف مع الاهلي. طبعا سريعا، علي فريد، تاو، حسين وعبد القادر، مصطفى كرم، صباح الخير على جمهور الاهلي. خط هجوم الاهلي اتوقع حسين الشحات وطاهر وتاو. اشرف اسامه بيقول تاو وطاهر والشحات، وان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. كنا عايزين نقول برضو توقعات الماتش هيبقى على كام، هيقفل كام. كريم احمد 2-0 برضو للاهلي باذن الله، حسين الشحات ومحمد شريف. والسيد محمد هيبه، حسين الشحات ومحمد شريف. محمد يحيى بيقول حسين الشحات، بيرسي تاو وعبد القادر، وسلمى بتقول بيرسي تاو وطاهر ومحمد شريف. ايه بقى الاسم ده؟ سعيد شوربه؟ مش عارفه اقراه والله. تصدقي فعلا سعيد شوربه، بس كويس حاجه مغذيه. تاو وطاهر
بس بقى تاو وطاهر وحسين والله الموفق لجميع باذن الله. محمد نصر اتوقع احمد عبد القادر حسين الشحات وتاو كده في اجماع على عبد القادر والشحات وتاو على فكره. طيب في حد تاني برضو مش عارفين نقرا اسمه بيقول اعتقد طاهر وبيرسي تاو عبد القادر وعلام خفاجي مش عارف تقرا اسمه ايه خفاجي كي اتش السبعه دي ما بفهمهاش انا سري. اللي هو فرانكو عربي الجديد ده. المهم بيقول محمد شريف وبيرسي تاو تامر عيد بنسبة كبيرة نفس مباراة الذهاب الشحات طاهر تاو عبد القادر ممكن برضو. مصطفى كرم بيقول صباح الخير على جمهور النادي الأهلي خط هجوم الأهلي أتوقع حسين الشحات طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. من قناة الأهلي المحترمة أقدم تحية طيبة إلى أهالي قرية العوامية بسوهاج. استاذ شاهين بكر من الناس بقى اللي هم التوب فانز اللي بقول لك عليهم باذن الله خط الهجوم ايه هيكون في افضل حال اثناء المباراه هيبدا يسجل المباراه تخلص بنتيجه ايجابيه باذن الله. هو ما قالش بقى مين. عموما الاسماء اللي اتكررت كتير طاهر وحسين الشحات وبيرسي تاو اكيد ومحمد شريف لان احنا وقتنا خلاص بينتهي بالفعل. لا ما لحقناش يا كريم لسه في اسامي كتيره للاسف. لازم 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 عشان سيرفع خلال لحظات اذان الظهر. لا يبقى فقره السوشيال ميديا نبداها بقى بدري شويه عن كده بس احنا يمكن عشان كان معانا اللايف فيو بس لسه في انا هبص عليها انا وكريم والله الاجابات. بس على كل حال زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا كل شهر بنجمع يعني اربع فقرات سوشيال ميديا وعلى كده نعمل زي سحب على الاسماء اللي بتقول الاجابات دايما صح ويبقى فيه جوائز بس رمزيه يعني مننا باذن الله. خلصت حلقتنا نشوفكم على خير من الحد الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.